أسس المجتمع المدني مكث في المدينة عليه السلام 10 سنين، ينزل عليه جبريل وميكال ومن كتب الله له من الملائكة، أين؟ في المدينة. وبنى حجرات أمهات المؤمنين ومنها حجرة عائشة، وجعل لها بابا على المسجد، حتى كتب الله له أن يموت صلى الله عليه وسلم ضحى يوم 2 من شهر ربيع. في ذلك اليوم صلى أبو بكر بالناس، فكشف ستر البيت ورأى صلى الله عليه وسلم أصحابه، لما رآهم يصلون تهلل وجهه كأنه ورقة مصحف، ففرح الصحابة وعاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته. فأبو بكر اطمأن أن النبي عليه السلام بخير، فذهب إلى زوجة له اسمها ابنة خارج بن زيد بالسنح، السنح مكان في المدينة إلى اليوم في العوالي، بعد أبعد عن بيت النبي، أمه عليه الصلاة والسلام. فدخلت عليه ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين، فأخبرها أن جبريل كان يدارسه القرآن كل عام مرة، وأنه درسه القرآن هذا العام 2، ثم قال: وما أظن ذلك إلا حضور أجلي. فبكت أبوها، ثم أخبرها أنها سيدة نساء أهل الجنة، وأنها، وهذا من عجيب العلم، أخبرها أنها أول أهله لحوقا به، يعني ستموت قريبا، مع ذلك ماذا؟ فرحت، لأنها ستلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرجت، ثم دخل أسامة بن زيد حبه وابن حبه، فسأل أسامة رسول الله أن يدعو له، فلم يقدر أن يرفع صوته بالدعاء، لكنه رفع يديه، وجبرا لخاطر أسامة يميل بيديه الطاهرتين على أسامة، حتى يعلم أسامة أن النبي يدعو له. ثم خرج أسامة، ثم دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة في يده سواك، فأخذ صلى الله عليه وسلم يحدق في السواك، ففهمت أم المؤمنين أنه يريده، فأشارت إليه كلمته أتريد، فأشار برأسه أن نعم، أخذ السواك، أخذت السواك، قضمته، طيبته، فاستاك صلى الله عليه وسلم. كان قبل يخبرها، يقول لها: إن الأنبياء يخيرون عند الموت ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وما بين لقاء الله ثم الجنة. فلما غلبه ما غلبه أسندته رضي الله عنها إلى سحرها ونحرها، فسمعته وهو يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. قالت: فعلمت أنه يخير. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم بعد أن قضوا من أمر الخلافة تولى غسله أهل بيته، علي والعباس وأسامة وشقران وقثم رضي الله عنهم جميعا، فغسلوه، والذي باشر الغسل علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم أجمعوا أمرهم على أن يدفنوه في مكان موته، في حجرة عائشة في الجهة الجنوبية الغربية من الحجرة، فحفر له لحدا، ثم نزل قبره علي وأسامة وقثم بن العباس، وكان من الناس الذين يشبهون النبي عليه الصلاة والسلام في هيئته. وقد قلت مرارا في الدروس إن الناس جبلة أدبا، إذا أرادوا أن يدخلوا يدخل الأكبر، وإذا أرادوا أن يخرجوا يخرج الأكبر، فكان قثم رضي الله عنه وأرضاه أصغرهم، فلما خرجوا من القبر خرجوا جميعا، العباس ثم علي ثم شقران، من آخر من خرج؟ قثم رضي الله عنه. فكان قثم آخر هذه الأمة عهدا بنبيها صلى الله عليه وسلم. خرج، ثم حثي التراب على القبر لا على الجسد، الجسد في اللحد، لكن التراب ينزل على القبر، وإلا توجد 9 لبنات الرسول صلى الله عليه وسلم في لحده، وتسع لبنات تحفظ الجسد داخل اللحد، ثم ينزل التراب ما بين جدار القبر الشمالي وما بين اللبن،
ما بين الجدارين الشرقي والغربي للقبر حتى ووري جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. قبل ذلك أي بعد غسله لم تكشف لرسول الله عورة، لم يجرد من كامل ثيابه، غسل دون أن، ثم صلوا عليه أرسالا، بمعنى لم يتقدمهم إمام لنبينا صلى الله عليه وسلم. فانتقل عليه الصلاة والسلام، جسده مكرم في الأراضين وروحه مطهرة في أعلى عليين. ما الذي بيننا وبينه؟ حوض نجده يوم القيامة قد سبقنا إليه، كل من أحبه واستن بسنته سيجد النبي قائما على الحوض يسقي. اللهم اسقنا من حوض نبيك، اللهم اسقنا من حوض نبيك، اللهم اسقنا من حوض نبيك. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا فرطهم على الحوض. الفارط الذي يسبق القوم إلى مورد الماء، فهو عليه الصلاة والسلام يسبق أمته إلى حوضه، قائم على حوضه عليه الصلاة والسلام يسقي أمته، من سبق أو من كتب الله له أن يتأخر زمنا، ما دامت النية صادقة والقلب سليم والرغبة فيما عند الله قائمة. واعلم يا أخي، اعلم يا أختاه، لا يمكن أن يكون هناك أحد منا ليس له ذنب ولم يقع منه خطأ، هذا محال، لكن الله يقبل التوبة من عباده، والله يغفر السيئات، والله يمحو الزلل. وقد قال ربنا في كتابه العظيم: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يخلص الإنسان لله النية، إذا وقعت الطاعة يحمد الله ويزدد منها، وإن وقعت المعصية يستغفر الله ويتوب منها. وربك يغفر الذنوب ويقبل التوبة ويرحم عباده.